التوجيه يا أخي لا تظهر محبة زوجتك أمام أمك. بعض الشباب الله يصلحهم وهو لا يدري يستثير أمه، إذا جا ويا زوجته عند أمه يلين عيونه في زوجته وابتسامته لزوجته ويحذف على الفنجال والمسبحة وأمه مسكينة قاعدة تتمنى الابتسامة، هذا مما يثير الغيرة. أو بعض الشباب الطيبين اللي ما يعرفون الغيرة جاء ويحس على يقول رحت البارح وياها وتعشنا في الفندق وخذنا لنا من مطعم ورحنا كذا وسوينا كذا وعملنا كذا وشرنا كذا، وامه ما احد جاها لا ودها فندق ولا ودها مطعم. ها حينئذ ماذا يعمل الشيطان؟ يحرك الغيره. بعض الشباب الله يصلحهم يعني من وسائل الغيره، قبل يتزوج يرقد على رجل امه، اذا جاء يوم تزوج لا، من يوم يجي عند امه ويرقد على رجل زوجته ودائما يمسك يد زوجته ودائما امه مسكينه ما احد يمها ولا رقد عندها ولا شاف، حينئذ تاتي الغيره. ولهذا على الانسان الشاب ان يبتعد عن مثيرات الغيره عند والدته، يخلي حبه لزوجته في شقتهم في الغرفه، اذا جاء عند الوالده يعطي المحبة للوالدة والتقدير للوالدة وشلون تيمي وكذا، ودائما يعاين أمه ويجيب نكت لأمه ويسولف على أمه، يعطي الفترة اللي بيجلس عند والدته يعطي الوالدة الجزء الأس أكبر من النظر والمناقشة والتسلية، هذه مما يخفف الغيرة على الوالدة.